درسي ما في قلب. خلصت والله ولا ما هذا خلصت؟ كان عشان مش اسولف. مدري شتي اصلا مستغيث اسمه. خلصت الحمد لله. هذا طول عمره سلامة. هذا شفت هذه قبل البرنامج اسبوع على بكويت. علمت. ابعيد كيف؟ ما كان بيبعد. ما كان بيبعد. المهم قبل برنامج اسبوع. قاعد انا ببيت عمتي. بابا حديد. حلو حديد الثقيل هذا. وانا فهمت اللي متسند على الباب قاعد اسولف مع ولد عمتي الصغير وخويي بالمجلس. احنا كلنا بالمجلس. خويي بسكر الباب من سدعي بسكر الباب الباب مفتوح وانا قاعد اسولف. خويي حاسبني متسند على الطوف. انا متسند على حافة الباب. خويي يرفس الباب وسكر الباب. علي الحرام. كيف قط صوت العظم كسر. صوت العظم والباب سكر. حدود عازي كم علي الحرام يا نجاني. تنقز تنقز وافتح الباب سيده وانقز واركض. والله العظيم اني قاعد علي الحرام. والله انا ما تهون واركض وانقز ما ادري ايش اسوي. ربعي يحسبوني اروح وما اتوضا. يوم شاف وجهي ازرق دروني صاج. مت. يوم طلعت لاصبعي عظامي. خلاص لا توصف كمل. عظامي لا توصف بين. خلاص حلو. هذه محموره. حلو محموره. وميت ومعرق والجو بارد مكيف ثلج وانا معرق وانقز وابي فهمت ابي حركه. وياخذني اخوي قال امشي للمستشفى واركب السياره. والله ما ادري شو اركب السياره. شوف اني مقرود. ها واركب السياره وارقع المكيف اربع واحط اصبعي عليه وبنص الطريق وتخبط السياره وتقوم الماكينه. على الحرام اني مت. حبك يا سناب. على الحرام اني مت. اهم شغل ويكلم وينت يفصل. والله انه سالفه صحيح. يبكلم على الحرام وافتح الباب واركض. هذا حضر المستشفى. والله العظيم اني ركض المستشفى قريب بعد المستشفى. اي مو بعيد. الكويت صغيره كل شيء قريب. فهمت واركض ركض المستشفى. يوم طبيت قال لي عندك بلا؟ ايش هنا؟ قلت لا انا من السعوديه ما ادري شلون واصبعي عور. ابي خلص فهمت مت انا. قال لا كان ابوك اصبعي منكسره. قلت يا ولد تشوف انت ولا ما تشوف؟ طبعا يوم هذا هي كانت محفوره عظامي طالع. يقول لي ايمن لا يوم انه وصل المستشفى اطالع الا مو دم كوره سوداء. صار سوداء شيء اسود تقلحم تقول فاسد. خلاص يا عبد الله ادوخك لعن. اعطيك عشان التفاصيل يا ولد. نعلم بعض التفاصيل. حلو مدني. المهم يدخلوني غصب. يدخلوني غصب. كره حمراء الكره. اي يدخلوني غصب ويخيطون. قالوا تجينا الاسبوع الجاي. قلت اوكي اجيكم مبنج ولا احس فيها. يوم لا خبر. اي طبعا رديت مشي للبيت. اي والله وانا ارد مشي مستوصف المستشفى. مستشفى جهره كبيره. ورد مشي. يوم وصلت البيت لا بدا البنج يروح. بيجي تموت يروح. هلا يوم قامت تعورني. عجزت صحيح. تدري ان الحين اصبع عورني. دق علي علي برويه وانا ماسك خطك وجاي. ما دق كلمني واتساب لانه يدق علي ما رد. قال وينك عن جوالك؟ قلت والله بكويت انا مفصول. الشريعة مفصول. قال حلو بكره تجيني للرياض. قلت واطب على الحفر واحط راسي وانا ما اقعد واطلع للرياض. يوم تصفيته 50. شفت يوم تصفيته 50؟ احنا واقفين هني. يمكن انت من اول المجموعات. كنا واقفين هني صفية صح ولا لا؟ بلى. احنا واقفين طالع اي طالع ليدي. قلت مو حلو ادخل هذا امس مخيطين. قلت مو حلو ادخل بخياطه. طبق الشكل وافتحها واحذف. كان سالف زي ما قلنا. اي والله كان يوقع عقود. معه واحد ثاني من فتحته ما ادري. انا شو الغرمة؟ ايش يا راقد
ارتبه.